في مثل هذا اليوم من سنة 66 و900 وألف انطلق أول بث تلفزي بتونس عبر مؤسسة سميت أنذاك الإذاعة والتلفزة التونسية. كان البث مباشرا لصور ومشاهد بالأبيض والأسود. تنوعت البرامج الثقافية واجتماعية وإخبارية ورياضية وترفيهية. وعلى مدى 50 سنة مرت التلفزة التونسية بمراحل مختلفة، من بث هرتزي تناظري إلى أرضي إلى بث رقمي فضائي. التلفزة التونسية تحتفل اليوم بعيدها 50، وقد انفتح المشهد التلفزي العالمي لتتعدد القنوات التلفزية الخاصة.